أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. سبحانك ربي وصالك نعيم، وعقابك عدل، ومنعك تأديب، وكل خير فمنك وحدك سبحانك. إلهي، القليل منك كثير، والطل من فيضك غدير. إلهي، كيف لا نعبدك وقد سجدت لك الأرض والسماوات، وكيف لا نثني عليك وأنت الذي بددت بنورك سحب الظلام والأوهام. فاهدنا اللهم بفضلك إلى صراطك المستقيم، واجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد الفتح بالمعادي بمحافظة القاهرة، حيث نلتقي وإياكم في ختام الأسبوع الثقافي لوزارة الأوقاف المصرية. وندوة الليلة تدور حول التسامح، ومعنا من الأساتذة العلماء فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان محمد حسان، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة، وفضيلة الدكتور حسن خليل، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية للثقافة الإسلامية. ويحضر معنا من قيادات وزارة الأوقاف بمحافظة القاهرة الدكتور سعيد حامد مبروك، مدير عام الدعوة بأوقاف القاهرة، الدكتور منتصف محمود عبد المهيمن، مدير الإدارات الفرعية بأوقاف القاهرة، الدكتور ياسر معروف خليل، مدير إدارة أوقاف المعادي، الدكتور عبد الله عبد الفتاح، المفتش بأوقاف المعادي، الدكتور محمد السيد حسن، مفتش المنطقة بالإدارة، الشيخ علاء صقر، مفتش بإدارة أوقاف المعادي، الدكتور عبد الرحمن رضا علي، إمام وخطيب المسجد. أيها الإخوة الأحباب، نستهل معا لقاءنا الطيب المبارك بهذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد إبراهيم بدوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب Oh.
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاء جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق قد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد إبراهيم بدوي، وكانت خير استهلال لهذا الاحتفال الطيب المبارك من مسجد الفتح بالمعادي بمحافظة القاهرة، حيث تختتم وزارة الأوقاف المصرية هذا الأسبوع الثقافي وندوة الليلة عن التسامح. أيها الإخوة المؤمنون، إن من صفات الله عز وجل أنه عفو قدير كريم حليم، فلقد عفى عن بني إسرائيل بعدما عبدوا العجل، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وقال في حق من تخلف عن الهجرة من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. أيها الأحباب، نعيش مع هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان محمد حسان، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واتبع طريقته إلى يوم الدين، وبعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة والقلوب المؤمنة التي اجتمعت في هذا المكان الطيب المبارك حول مأدبة القرآن، حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله الكريم، أسأل أن يجعلنا في هذه الجلسة الطيبة المباركة من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين يذكرهم الله عز وجل في من عنده، إنه خير مسؤول وخير مجيب. ديننا الحنيف دين سماحة وتسامح، فلا توجد شريعة من الشرائع اتصفت بالتسامح وبالسماحة إلا الدين الإسلامي. فالله سبحانه وتعالى أراد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم السماحة والتسامح، ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان مضرب المثل في التسامح وفي العفو عن المسيء وعن المخطئ. وقد علمنا صلى الله عليه وسلم أن نكظم الغيظ، ومن كظم غيظا وهو قادر على أن ينتقم لنفسه ثم ترك ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، عوضه الله عز وجل بذلك من الدرجات العلى في الجنان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت ضرب أروع الأمثلة في التسامح والعفو، منها عن أهل مكة الذين آذوه وعذبوه وأخرجوه من مكة، عندما مكنه الله عز وجل من رقاب هؤلاء من انتقم منهم لنفسه، وما عاملهم بمثل معاملتهم، بل عفى عنهم وتجاوز عن خطئهم وقال: يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، أهل الطائف الذين آذوه وعذبوه وأغروا به عبيدهم وسفهاءهم، ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى شجوا رأسه وكسروا رباعية أسنانه وأدموا قدميه الشريفتين. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أرسل الله عز وجل إليه جبريل ومعه ملك الجبال يقول: يا محمد صلى الله عليه وسلم، مرني فإن ربي أمرني أن أنفذ ما تأمر به، إن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، إذا بالرؤوف الرحيم الذي قال ربنا جل وعلا في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول: لا، عسى الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله سبحانه وتعالى. كذلك انظر إلى ذلك الأعرابي الذي أساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إساءة بالغة، إذ جذب رسول الله صلى الله عليه وسلم من برده حتى أثر حاشية البرد في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بفظاظة وبغلظة: يا محمد، اعطني من مال الله. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم
ويقول سأعطيك ما طلبت وزيادة، لكن سيقتص الله عز وجل لي منك. فيقول الأعرابي لا، قال صلى الله عليه وسلم ولم لا؟ قال لأنني أعلم بأنك لا تعاقب على السيئة بمثلها بل تعفو وتصفح. فيبتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لأصحابه احملوا له كما ذكر. وإذا بذلك الأعرابي الثاني الذي يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد اعطني من هذا المال، فليس هذا المال مالك ولا مال أبيك. فيعطي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أحسنت إليك يا أعرابي؟ فيقول الأعرابي لا أحسنت ولا أجملت ولا جزاك الله عني وعن عشيرتي خيرا. أساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطاول. وإذا بصحابته الأجلاء يقومون ويريدون أن يفتكوا بهذا الرجل جزاء ما أساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا بالعفو الرحيم يقول لهم لا تفعلوا ذلك. أراد صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم درسا في العفو وفي حسن المعاملة، وأن الإنسان لا يرد على الإساءة بمثلها. أخذه صلى الله عليه وسلم وجعل يعطيه ويسترضيه حتى رضي. ثم سأله صلى الله عليه وسلم أحسنت إليك يا أعرابي؟ قال أحسنت وأجملت وجزاك الله عني وعن عشيرتي خيرا. قال صلى الله عليه وسلم له لا أريد أن يكون في نفوس أصحابي شيئا منك، فاخرج وقل لهم ما ذكرته لي. فخرج الأعرابي وسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاب أحسنت وأجملت وجزاك الله عني وعن عشيرتي خيرا. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم المعلم الحكيم الذي أراد أن يعلم أصحابه قيمة العفو والتسامح وأثر الكلمة الطيبة التي لها أثر أشد وقيعا من السيوف. قال إن مثل هذا الرجل ومثلي كمثل رجل كانت معه ناقة فشردت منه، فصار الناس خلفها فلم يزيدوها إلا نفورا. فقال لهم صاحبها دعوها فأنا أخبر بها منكم. ثم جعل يستميل ويجمع لها من حشائش الأرض حتى أتت فاستناخت فركبها. فإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار، إلى غير ذلك من مظاهر عفوي وصفحي وتسامحي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان مضرب المثل في عفوه وصفحه وتسامحه مع العدو قبل الصديق، مع نسائه، مع خادمه، مع كل الناس، لكي يعلمنا صلى الله عليه وسلم ذلك الخلق العظيم، خلق التسامح. فما أحوجنا في هذه الأيام إلى أن نتحلى بهذا الخلق، أن نتسامح وأن نتجاوز، وأن يعفو من له حق عن صاحبه، وليعتقد اعتقادا جازما بأن من فعل ذلك حسبة لله عوضه الله عز وجل ثوابا عظيما. أكتفي بهذا ولا أطيل عليكم، وأترك المجال لأخي العزيز سعادة الدكتور حسن خليل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمه، وأشكركم لحسن استماعكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا أيها الإخوة الأحباب عشنا مع هذه الكلمة الطيبة
الموجزة عن التسامح من فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان محمد حسان عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة. ونحن هنا في ساحة مسجد الفتح بالمعادي بمحافظة القاهرة، حيث تختتم وزارة الأوقاف المصرية هذا الأسبوع الثقافي. أيها الإخوة المؤمنون، لما نزل قول الحق تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عن هذه الآية. قال له: يا محمد، إن الله يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقد ضرب الأنبياء المثل الأعلى في ذلك. قال الله سبحانه على لسان يوسف عليه السلام: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وقد قال عيينة ابن حصن لعمر رضي الله عنه: ما تعطينا الجزل ولا تقسم بيننا بالعدل. فغضب عمر فقال له الحر بن قيس: إن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان عمر رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكرتم بالله فانتهوا. أيها الأحباب، نستمع الآن إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور حسن خليل، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية للثقافة الإسلامية. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، رب الخلائق أجمعين، لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. بالبر أنت معروف وبالإحسان موصوف، سبحانك ولا تقال إلا لك، كبرتنا من صغر، أطعمتنا من جوع، سقيتنا من ظمأ، كسوتنا من عورة، طببتنا من مرض، أمنتنا من خوف، حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا، وكرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، فلك الحمد كما تحب وترضى.
الله قل، الله قل، قل لا إله إلا الله، الله قل وذر الوجود وما حوى. إن كنت مرتادا تريد كمال، الله قل وذر الوجود وما حوى، إن كنت مرتادا تريد كمالا. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. أما بعد، فيا إخوة الإيمان والإسلام، طوف بنا شيخنا المفضال تطوافا كريما حول التسامح في ديننا. قل لي بربك، أيهنأ بيت على هذه البسيطة بدون سماحة وتسامح؟ أيهنأ زوج مع زوجه بدون تسامح؟ أيهنأ والد مع ولده بدون تسامح؟ أيهنأ مولود مع من ولد بدون تسامح؟ أيهنأ جار مع جاره بدون تسامح؟ أيهنأ صديق مع صديقه بدون تسامح؟ التسامح عنوان حياة، التسامح جبلة دين. من لم يكن في قلبه تسامح فليراجع إيمانه. الحديث مع حضراتكم ولا يخفى على شريف علمكم أن المرأة بين أمرين: سماحة نفس وتسامح مع الآخرين. لن تستطيع أن تكون متسامحا إلا إذا كنت سمحا. كن سمحا أولا فتتصف بعد ذلك بالتسامح. سماحة النفس طهارها، طهارتها ونقاؤها وطيب معدنها وجوهرها. وصلى الله وسلم على سيد الخلق وحبيب الحق القائل: رحم الله عبدا سمحا. سمح، كن سمحا أولا إذا باع وإذا اشترى. أتستطيع أن تتصف بالسماحة وأنت تأخذ في بضاعتك الأجر عشرا؟ أنت لم تتسامح مع نفسك بعد، فكيف تتسامح مع أخيك؟ رمح رحم الله عبدا ورجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. سمح في تعاملاته مع كل من حوله. وسأضرب مثلا سريعا لهذا. المثل الذي ضربه ابن الأثير رحمه الله ويسطر بماء الذهب، قال: خرج خوات بن جبير، خوات بن جبير صحابي دخل الإسلام حديثا، كان شابا مرحا في الجاهلية، يلبس كل يوم ثوبا جديدا، سعيدا ينطلق يمينا ويسارا، يرى هذا ويجالس ذاك
يرى هذه فلا يغض بصره ويرى تلك فلا يغض، ثم دخل الإسلام فحسنه وجمله وعلمه النبي درسا في سماحة نفسه حتى يتسامح مع الآخرين. قال خوات: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فسرنا حتى وصلنا إلى مكان يسمى مر الظهران، قرية قرب مكة. قال: فجلسنا فوضعنا أمتعتنا، ثم نصب الخباء، فدخل النبي خباء خيمته ودخلت خباء خيمتي، ثم جلست فسمعت صوت نساء يتحدثن، فدار في رأسي ما كان قبل إسلامي، فقمت فلبست عباءتي الجديدة وتعطرت، ثم خرجت فجلست على مقربة منهن فحدثنني وحدثتهن، فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا خوات، ما أجلسك معهن؟ انظر إلى تسامحه صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما عنفني، ولكن سألني: يا خوات، ما أجلسك معهن؟ قال: أسقط في يدي، فقلت حرجا منه، إن جملي شرود يا رسول الله، جمل بيهرب. قلت لهن: افتلن لي ضفيرة أقيده بها. قلوا لي: ضفيرة صغيرة، افتلن لي حبلا أقيده به، فجملي شرود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في سماحة المصطفى صلى الله: هل صليت عليه؟ يعلمنا: لن تستطيع التسامح إلا إذا تصالحت مع نفسك وكنت سمحا مع كل من حولك حتى مع من يخطئ. رده إلى بستان الإمام ردا جميلا، فابتسم النبي وقال: هذا الله جملك الشرور. قال: فقمت مسرعا نادما. انظر إلى تعديل السلوك صلى الله عليه وسلم. ألا فليتعلم المربون، ألا فليتعلم التربويون، ألا فليتعلم الناس كيف يسامح بعضهم بعضا. قال: فانطلقت فدخلت إلى خيمتي، ثم انقضت فترة وقتنا، ثم انطلقنا وصرت والنبي لا يحدثني، نسير والنبي لا يحدثني. عليه الصلاة والسلام صمته تعليم. هل صليت على من يرى من خلفه كما يرى من أمام؟ صمته تعليم، يعلم خواتا بصمته صلى الله عليه وسلم. قال: فكلما لحقت به سبقني، فكلما هرولت وراءه سبقني، حتى نزلنا واديا أراد النبي أن يجدد فيه وضوءه ويقضي حاجته. قال: فدفع إلي ثوبه ثم دخل ثم عاد بعدما أتم وضوءه، ثم دنا مني وقال: يا خوات، ما فعل شراث جملك؟ الجمل اللي كان بيشمض معاك ماذا فعل؟ هل صليت عليه؟ يا خوات، ما فعل شراث جملك؟ ويقول خوات: ولا أستطيع الرد من سماحته صلى الله عليه وسلم. يعاتبه بابتسامة سمحا. قال: ثم انطلقنا بعدما صلينا حتى نزلنا إلى المدينة صلى الله وسلم على ساكنها، فانطلقنا حتى دخلنا المدينة. قال: فوضعت أمتعتي ثم دخلت إلى داري ولم أخرج حياء منه صلى الله عليه وسلم. فقد مكست أياما في داري أصلي وحدي وأقضي عملي، فلما استوحشت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحشني رسول الله والصحب الكرام، تحينت وقتا ليس في مسجد رسول الله أحد، فدخلت فصليت ركعتين خفيفتين حتى أنصرف مسرعا،
يكفيني أن استنشقت هواء تنفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فخرج علي رسول الله من إحدى حجراته صلى الله عليه. هل صليت عليه؟ يعلمنا. قال: فقمت فصليت ثنتين أخريتين، صليت ركعتين كمان، ثم أطلت فيهما حتى ينصرف. النبي قاعد جنبي صلى الركعتين وجلس، وأنا قلت أطول حتى ينصرف رسول الله. فاستشعر رسول الله إطالتي فقال: يا خوات طول ما شئت، لن أبرح المسجد حتى تنتهي صلى الله عليه وسلم. قال: فأنهيت الركعتين، ثم التفت إليه وقبلت رأسه وسلمت عليه، فبادرني بقوله: يا خواه ما فعل شراد جملك، الجمل الذي كان يهرب منك، ما فعل وما فعلت؟ قال: فقلت: والله لأفسحن لرسول الله عن براءة صدري ونقاء سريرتي. قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما شرد جملي منذ أن دخلت الإسلام، ومنذ أن عاتبتني قيدته ولن يشرد بعد اليوم. قال رسول الله بعدما مسح على صدر خوات: حفظك الله يا خوات وطهرك في دين الله. انظر إلى السماحة، جعل خوات يقلع عما يفعل وإن كان يظنه يسيرا. انقلب هذا إلى تسامح مع كل من حول النبي صلى الله عليه وسلم، ينعمون بسماحته في قوله، فكان لا يقول إلا الحق ولا ينطق إلا الصدق، يعاتب ولكنه بلطف. الكلمة تصلح قوما إن كانت بلطف وإن كانت بتسامح. من الناس من لفظه لؤلؤ يبادره اللقط إذ يلفظ، وبعضهم قوله كالحصى يقال فيلغى ولا يحفظ. كن من الصنف الأول وقولوا للناس حسنى، اتصف بالعفو وبالتسامح حتى تصل إلى الصفح. العفو هو التجاوز عمن أساء لكن يبقى عليه ذنبه، يصدر أمر بالعفو لكن يبقى في بطاقته أنه أحدث جرما وذنبا. أما التسامح فقد يكون مع العقوبة، أسامح ولدي، أسامح جاري عما بدر منه. أما الصفح فيشمل العفو والتسامح والإحسان إلى من أساء، الدرجة العظمى. لذلك يقول الله لحبيبه: فاعف عنهم واصفح، فاعف عنهم واصفح. اللهم اعف عنا واصفح، اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، اللهم طهر أنفسنا ونق سرائرنا، وامنحنا السماحة في أقوالنا وأفعالنا وفي التسامح مع إخواننا، واجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين. آمين آمين. تقبل الله منا ومنكم أجمعين، وشكر الله حسن استماعكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهكذا أيها الإخوة الأحباب، عشنا مع هذه الكلمة الطيبة عن التسامح، استمعنا إليها من فضيلة الدكتور حسن خليل، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية للثقافة الإسلامية، ونحن في ساحة مسجد الفتح بالمعادي بمحافظة القاهرة، حيث تختتم وزارة الأوقاف المصرية هذا الأسبوع الثقافي. أيها الإخوة المؤمنون، لقد تسامح الرسول صلى الله عليه وسلم مع المعرضين عن الدعوة، فعندما ذهب إلى الطائف
استقبله أهلها أسوأ استقبال، وردوه ردا غير جميل، فأخذ يدعو الله ويقول: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. فنزل جبريل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول له: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا جبريل، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أيها الإخوة الأحباب، نختتم هذا الاحتفال الطيب المبارك بهذه الابتهالات والمدائح النبوية، يقدمها الشيخ محمود صوفي. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها ناحية عليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا يا
لله عبادا فطنا تركوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا سيدي يا رسول الله دلت على حديثه يبري القلوب من العمى ومقامه عند الإله كبيرا هذا الذي حاز مديحا كالجواهر يا أخا هذا نبي في الشدائد والرخا لله دوما حامدا لله دوما حامدا وشكورا نسمات هواك لها أرجو تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج نسمات هواك لها أرج تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوا وغيرهم همج همج دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا قوم فعلوا خيرا فعلوا قوم فعلوا خيرا فعلوا وعلى درج العليا درج يا مدعيا لطريقهم بادر فطريقك منعرج يا مدعيا لطريقهم بادر فطريقك منعرج تهوى
المولى وتنام الليل تهوى المولى وتنام الليل لعمر كذا فعل سمج نسمات هواك لها أرج تحيا وتعيش بها المهاج ما الناس سوى قوم عرفوا وغيرهم هامج هامج النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدي يا رسول الله. وبهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها المبتهل الشيخ محمود صوفي ناتي بحضراتكم إلى ختام هذا الاحتفال الطيب المبارك من مسجد الفتح بالمعادي بمحافظة القاهرة في اختتام هذا الأسبوع الدعوي لوزارة الأوقاف المصرية. الشكر موصول لقيادات وزارة الأوقاف وعلى رأسها معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وللسادة الحضور في ندوة الليلة دكتور سعيد حامد مبروك مدير عام الدعوة بأوقاف القاهرة دكتور منتصف محمود عبد المهيمن مدير الإدارات الفرعية بأوقاف القاهرة ومن أوقاف المعادي دكتور ياسر معروف خليل دكتور عبد الله عبد الفتاح دكتور محمد السيد حسن الشيخ علاء صقر دكتور عبد الرحمن رضا علي شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.